صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد، الفيديو اليوم الفيديو المنتظر. بعرف كثير طلبتوه مني فيديو انه روتيني اليومي برمضان، واسف تاخرت عليكم مع اني وعدتكم انه رح اعمله كنت بدايه الاسبوع الماضي، بس المشكله انه كنت طول هالاسبوع كنت معزومه، واكيد احلى شيء بالغربه هي العزايم وجمعه الناس مع بعضها وخاصه بشهر رمضان، فما كنت ما كان عندي الوقت الكافي لحتى اعمل الفيديو. وحتى اليوم معزومه على فكره، بس قلت خلص صار بدها فيديو. وهو مو روتيني اليومي برمضان قد ما هو انه رح حابه اشارك معكم يوم معي برمضان يومي يعني. فخلونا نشوف الفيديو. بس اول شغله زوجي بستنى، خليني وضعه رايح على شغله وجايتكم. باي. May Allah protect you. Thank you, baby. Keep in touch. I love you. I love you. Bye bye. هلا اول شغله بعملها بشغل القران على سوره البقره. لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزق. واكيد ببلش بفتح البرادي والشبابيك مشان تدخل الشمس وتطلع الطاقه السلبيه من البيت اثناء ما بكون القران شغال. الشمس يا جماعه مهمه مهمه مهمه، يعني حياه بتعمل بالبيت. فأنا بصراحة من نوع ما كتير بحب البرادي تكون مفتحة، إنه دائما ضوء الشمس داخل، بس الصبح شيء كتير ضروري. هلا الخطوة الثانية بحب اسقي الزرع. اول خطوات بحب اعملهم الصبح هيك مثل هن حيويات، القرآن والتفتيح البرادي والشبابيك والزرع. طبعا تكون البشرة كتير جافة فاجباري العناية فيها ضرورية، فعندي هذا المقشر اللي هو اسبوعي يستعمل مرة بالاسبوع فقط، بنحط لمدة 30 ثانية. رح اعمل لكم ريفيو عنه بشكل مفصل، هلا بس رح افرجيكم انا شو اللي بستعمل الصبح. فهذا مقشر مرة بالاسبوع يستعمل. منين اخذته؟ من سوريا جبته بصراحة معي، ومكتوب عليه هون طريقة الاستعمال. عندي هذا الجيل جايبته من روشر، ما بعرف الاسم بلفظه صحيح ولا غلط، يواس روشر، هو بظن ماركة فرنسية. كمان جيل بس هذا يومي، مقشر كتير خفيف وبسيط وبنفس الوقت مرطب، كتير عجبني. كمان رح اعملكم ريفيو عنه. عندي هذا المرطب اكيد بعد، في صابون خاصه كمان رح فرجيكم اياها. هذا المرطب بستعمله اخر خطوه، كتير منيح، بس بصراحه حسيته شوي صغيره، بحسس انه تقيل شوي على البشره وخاصه بعد التقشير. ف يعني هي رح تنتبهوا عليها، يعني سالت الدكتور مشان هذا الكريم. عندي هذا كتير بحبه، هو عبارة عن ماسك للشعر بيمنع التساقط، كمان من نفس الماركة روشر. هو ليلي، بس بما انه اليوم عندي عزيمة وطالعة الصبح رح احط حجابي طول الوقت، فحبيت احطه من الصبح للمساء. هلا عندي هذا العطر، بصراحة هذا العطر له ميزة عندي، هو تركيب اسمه جوفان ماسك، ما لقيت منه بتركيا فركبته تركيب، كتير بحبه. هلا ببلش ترتيب البيت. البيت بيكون عندي قبل بيوم منظف، ما بقدر انام اذا البيت مكركب، فببلش هيك الرتوش الانيقه والبخ العطر على مفرش التخت وبالبيت، يعني كل شيء عندي كراكيب بقعد انه بظبطهم وبرتبهم. واهم شيء المطبخ هو اكثر منطقه بتكون مكركبه بالبيت، فالخزن دائما بتترتب عندي، طبعا الصحون هذول كلهم برجعهم لمحلهم بطبقهم بظبطهم، هذول دائما بين ايدينا فاجباري رح يتكركبوا. بحاول بالتفصيل بالمطبخ ارتب او ارجع كل شيء لمحله، بسهل علي الشغل يعني، لاني اذا تجمع وتراكم كثير صعب بعدين ترتيبه.
هلا عندي كمان تبعات المباهر، بحاول دائما امسحهم، هن تحت ايدي، شوفوا لي انه نضاف، لاني يوميا بمسحهم بمحار معطره يعني، ايه، وبطبقهم بظبطهم. هدول اكثر شيء ممكن يتوسخوا عندي. انا تقريبا كل يوم على فكره بشغل الجلايه، ما في داعي يوميا لانه قليل، وخاصه هلا باسبوع العزايم ما كتير جمع عندي جلي، فبحطهم وخلال يومين بشغلها لحتى تتعبى عندي الجلايه. هلا جينا على درج المشاكل. هذا الدرج رح اشرح لكم عنه، هذا الدرج المكركب دائما. شفتوا لي هذا الدرج قديش فيه كراكيب صغيره وناعمه، بس كلها لازمه، وبحياتنا بحياتي اليوميه دائما بستعمل هذا الدرج، فدائما هو اكثر درج بتكركب عندي، وتقريبا يوميا برتبه. فهلا هيك صار عندي بعد الترتيب، ان شاء الله يا رب يطول عندي اكثر من يوم. هلا الخطوة اللي قبل الأخيرة، بعمل تشيك على الكونتوار أو البوفيه اللي عند طاولة السفرة من التمر. هلا هون حاطة أنا نوعين تمر، الزبيب كمان نوعين، بحبهم هدول دائما يكونوا هيك مليانات للنظر، حلوين مع طاولة السفرة. الشوكولا، المي بشيك عليها إنه تكون عم، يوميا أنا بغير المي بالكونتينر، بشوف شو في عندي شي نواقص بحب أضيف عليها. وهلأ آخر خطوة بعد ما أخلص ترتيب البيت وتنظيف، ببخ ملطف الجو، هذا جبته من اسي واي كيكي هوم، كان سعره 10 صاير 7، عاملين عليه ديسكاونت، ريحته بتجنن، كتير 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 طيب، بيعطي ريحة نظافة فظيعة، بنصحكم تاخدوه. الميزة اللي فيه انه هو شفاف ما بيخلي بقع، هو بيصير للبرادي وللمفروشات للصوفايات، كتير منيح جربوه. في منه عدة روايح بس انا حبيت هاي الريحة. وفي عندي كمان كبديل عواد الملطف الجو، اللي هي هاي لسه ما جربتها بصراحة، اخذتها جديدة، انا مستعملة غير ماركة، هاي اول مرة رح استعمل هاي الماركة، بس نصحوني فيها فرح جربها. مع شهر رمضان مثل ما بتعرفوا الختمة كتير اساسية ومهمة، فالصلاة وقراءة القرآن والتسابيح إن شاء الله هيك، يا رب الله يخلينا مداومين عليهم دائما، ويتقبل منا شهر رمضان منا ومنكم يا رب. اللي بيقولوا اللي سنته خير رمضان، رمضان وخير، بيكون سنته كلها خير. جيكم انه الرواية اللي هلأ ماسكتها وشوي مدمنة عليها، كتير حاببتها، لهالكاتبة جيري، كتير حبيته. الرواية اسمها دونا ليون، دي رواية قديمة، واللغة الانجليش اللي فيها بصراحة النوع اللي تقيل الأدبي، بس حلوة يعني، بنصحكم تقروها. هلأ جينا على أصعب وقت بيعدي بيومي، هو المونتاج اللي بعمله للفيديوز. يا جماعة عن جد ما بتتخيلوا قديش كيوتيوبرز بنتعذب بالمونتاج تبع الفيديوز. هلأ سألوني إنه شو الشي بتستعمليه للمونتاج، فأنا بستعمل فيديو شو، في أحيانا بستعمل على الكمبيوتر، في عدة برامج رح أعملكم عليه ريفيو، فهذا الوقت بيكون مخصص للمونتاج. هلأ الخطوة اللي هاي العكس، أكثر خطوة بحبها بيومي، قراءة تعليقاتكم وإجابات على أسئلتكم، وحط لكم قلوب قلوب قلوب، تستاهلوا 10,000 قلب لكل تعليق. قديش بتدخل السعادة بقلبي بهالوقت اللي بكون عم بقرأ فيه تعليقاتكم. وهون بكون حاطة جنبي ورقة وقلم، بكتب فيها أسئلتكم، بكتب فيها اقتراحاتكم، من تعليقاتكم باخد أفكار لفيديوهات جديدة. ف يعني هون اعذروني اذا ما علقت لكم او ما جاوبتكم على السؤال، فانا دائما معكم يعني، فعم بكتب كل سؤال ورح جاوبكم عليه بفيديوهاتي القادمه ان شاء الله. هون قديش حابه اتشكركم من كل قلبي على كلامكم الحلو، على نسبه 99% من البوزيتيف كومنتس، التعليقات الايجابيه اللي والمحفزه اللي بتعطوني اياها حتى اضل مستمره واعمل لكم فيديوهات احلى واحلى.
هلا صار وقت التسوق، تقريبا كل يومين بنزل بتسوق. الشيء الحلو انه انا عندي سوبر ماركت تحت بيتي مباشره، فابدا ما بتكاسل انه انزل واخذ الفواكه والخضار فريش، فبحب اخذهم كل ما بيكون عندي طبخه، بحب اخذهم تازه. هون عندي هذا الستاند، مستحيل اعدي من جنبه ما اخذ شيء منه، خاصه الشرابات مثل عصير الليمون. هذا الستاند بيكون خصوصي بس لشهر رمضان، بيحطوه بالسوبر ماركت للعصاير، لعده السحور، كل شيء موجود فيه. عندي هذا العصير بنصحكم فيه كتير طيب، هو عصير الورد. وهلا كل شيء مستلزمات لازم تني ببلش باخذها من المنظفات. في هون كتير سألتوني على مسحوق الغسيل اللي بستعمله، فأنا بستعمل ألو بسبب ريحته الطيبة وتبييضه وكل شي. يعني هذا البادي شاور شوكليت بجنن. وهلأ الغذائيات اللي لازمتني بحاول آخدها، بحاول آخد كل يوم بيومه. في شغلات بحب تكون عندي اياها مونه، في شغلات بحب اخذها تازه كل يوم بيومه مثل الفروج، الحليب. هاي الشوكليت دائما ما بصير بلاها، اللي هي 60% نسبتها منيحه للدايت. عندي الكورن فليكس، احيانا كثير بيخطر على بالي للسحور انه الكورن فليكس، ففي هذا الكورن فليكس بالفريز كثير ممتاز. لهون جينا على البيت، فراح احكي لكم على المسلسلات المفضله عندي. عندي بزم حكاية ندي بلشت فيه، لسه ما بقدر أعطيكم رأيي فيه. جرائم صغيرة هو كان نمبر 1 عندي، بس هلأ صار نمبر 2. هذا بصراحة اشرح أيها البحر الأسود، وقفته ما أتابعه لأني بصراحة ما عجبني يعني كمالته. على هون مسلسلي المفضل هو الفناء أو الأفلو، جنن تابعوا نصيحة. هلا هون عندي اللوك بوك لليوم، اجباري يعني وقت العزيمه بحضر ثيابي. فاليوم شو اللوك بوك؟ هو بنطلون بيج من نوع الساتان شوي، البلوزه الطويله طولها منيح كتير يعني، مع الاكسسوارز اللون البيج، البلوزه كحلي شايفين طولها طويله. وعندي هون الجاكيت من البروكر صيفي، هذا نازل كتير موطه، شوي قصير وكمامه له كشكش، فاخذته من عند كوتون. والشال البيج يعني صاير اللبس مايل على شيك سبور، والحذاء هو اللي مخلي اللبس شوي سبور. هدول كتير طالع موطن كتير بحبه، البوت كمان بيج. العزيمة صار وقت العزيمة، عند رفيقتنا، وطبعا هن هون كلياتهم سوريين. الحلو انه الفطور كان على التراس، فما بتتخيلوا قديش الاجواء كانت بتجنن. فشوفوا لي هون تحضير سفرة قبل ما يجي الافطار، طبعا يعني ترتيبة للسفرة، المقبلات السورية، المتبل، الفتوش، التبولة، الحمص. افطارنا اليوم هو اللحم عجين السوري، مع انه عنتاب كتير مشهورة باللحم عجين التركي، اللحم عجين عنتابي عفوا بيسموه، بس نحن هون حبينا ناكل اللحم عجين السوري اللي هو بدبس الرمان، واكيد الكباب والمشاوي ما بصير بلاهم. وعندي شوربة الفطر. Thank you.
وهلا السهرة بلشت، أجواء الرمضانية والسهرة مع الأصحاب والحبايب، الأجواء الرمضانية اللي بتذكرنا بالأجواء السورية أو ببلدنا بسوريا كيف كنا نسهر، والضحكات العالية والفرح والبسط. الله يديم علينا يا رب اللي تهون علينا غربتنا. وهلا بعد ما نرجع على البيت ما بصير بلا قهوة الرواق، وخاصة إنه أكلنا كتير أكيد ما في سحور، فما في غير قهوة ومي. مسميتها هي قهوة الرواق، ما بصير بلاها يعني، خاصة تاني يوم صيام والمتعود على القهوة صعب يتخلى عنها. وهلا بيكون وقت مسلسلي المفضل، قلت لكم عليه اسمه الفناء، مسلسل رائع عن جد كتير حلو، حلوة قصته كتير تابعوا. وأكيد بنهاية اليوم نسمع القرآن قبل صلاة الفجر، نصلي الفجر ومننام. تصبحوا على خير، بتمنى يكون الفيديو أمتعكم، بشوفكم على خير، بايات.